الواحد في بعض الاحيان بيبقى بيدور على فرصه عشان يشكر بيها الناس اللي بتبذل مجهود. ولو تفتكروا ان الاسبوع اللي فات والاسبوع ده اتكلمت طول الوقت عن موضوع الاطباء والجهد الرائع اللي بيبذله رجال الجيش الابيض، زي ما اتفقنا على تسميتهم، يعني اللي بيرتدوا البلطو الابيض فسميناهم الجيش الابيض، لان هم الحقيقه في هذه المعركه ضد كورونا هم بمثابه الجيش اللي بيخوض المعركه باسمنا وبيحارب باسمنا وبيضحي بحياته باسمنا وواقف على الخطوط والجبهه الاماميه في المعركه باسمنا، وفي منهم بيستشهدوا باسمنا عشان يدافعوا عن نفسنا وعن صحتنا. وطول الوقت بنحاول ندور على فكره تقول لهم نقول لهم بيها شكرا. فكره منهم زي ما السيد رئيس الجمهوريه من كام يوم طلع وشكر هيئه المنظومه الطبيه والصحيه في مصر كلها على الجهد الرائع اللي بيبذلوه مع البدلات والمكافآت. والقرار النهارده كمان اللي اصدره السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي بزياده بدلات الاطباء الامتياز اللي هم اطباء الصغار بتوع الامتياز من 400 جنيه ل 2200 جنيه. اطباء الامتياز مكافئتهم او بدلاتهم بقرار من رئيس الجمهوريه النهارده زادت من 400 جنيه الى 2200 جنيه، يعني شوفوا بقى زادت كم ضعف، 400 800 1600 حوالي 5 أضعاف او اكتر يعني. وده ان دل على شيء يدل على اننا مقدرون كدوله للجهد اللي بيبذلوه وان هم يستحقوا التقدير المادي، وهذا حدث، ويستحقوا التقدير المعنوي وهذا سيحدث. حزب مستقبل وطن عامل اغنيه اهداء لرجالتنا وستاتنا اللي في المنظومه الطبيه ابطال الجيش الابيض، وكمان معاهم ابطالنا من القوات المسلحه والشرطه، هذه المنظومه الثلاثيه اللي هي واقفه في الصفوف الاماميه دلوقتي وبتضرب أروع الأمثلة في البطولة والتضحية والفداء، وكله يهون علشان مصر. The World Health Organization has declared coronavirus a global pandemic. 700,000 people have been infected. Italy is currently experiencing the peak of the coronavirus outbreak. America has become the epicenter of the pandemic. أول حالة لأجنبية حاملة للفيروس. And Egypt are the only countries in our region with strong event-based surveillance systems.
الداعي نتمناه هو أن احنا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر. الضرر هنا مش اقتصادي، لا، شعبنا غالي علينا، أهلنا غاليين علينا.